معنى الوحي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن هذا الحديث أيها الإخوة يبين أحوال المسلم، والحال في العادة لا يتقلب بين الضراء والسراء. السراء كل ما يسر الإنسان من مال ومن نعمة ومن نجاح ومن زواج وما إلى ذلك، والضراء أيها الإخوة كل ما يصيب الإنسان من هم وغم يضره. إذن ما حال المسلم في هذه الحال أيها الإخوة؟ ما دور المسلم؟ هو أن يستسلم لله سبحانه وتعالى عندما يصاب بضراء أو عندما يصاب بسراء. وهنا في هذا الحديث عليه أن يستسلم لله سبحانه وتعالى في حالة الفرح، ونذكر هنا جانب الفرح. وعلينا أن نبين أيها الإخوة أن الفرح قد يدفع الناس إلى البطر، وربما يدفع الناس إلى التكبر. الفرح أيها الإخوة عندما يكون الإنسان صاحب منصب، صاحب مكانة، صاحب جاه، عندما تكون عنده أموال، صاحب شركات، يدفعه هذا إلى ماذا؟ قد يدفعه إلى التكبر على الناس. إذن والسؤال الآن أيها الإخوة، هل نحن نستثمر أموالنا اليوم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى بحيث تكون بعيدة عن البطار؟ هل نستثمرها اليوم نحن في واقع الثورة؟ وهنا خطابي للإخوة، لأولئك الموسرين، أن يستخدموا أموالهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالأموال تجبى من طهران، وتجبى من حزب الشيطان من أجل أن ترمل النساء، ومن أجل أن تدمر المساجد، ومن أجل أن تغتصب النساء. فرسالتي لهؤلاء أن يكونوا خير خلف لخير سلف، وأن لا يدفعهم المال إلى البطر أو إلى التكبر. وأما رسالتي إلى الفقراء ورسالتي إلى المعدمين، نقول لهم: الميزان عند الله ليس هو المال. فربما يكون المال أيها السادة وبالا على صاحبه. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفه، فمر بجدي، وكلكم يعلم ما هو الجدي، بجدي أسك ميت، فتناوله فأخذ بأذنه يرفعه، ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. إذن الدنيا أيها الإخوة، كل الدنيا بما فيها من جبال وأنهار وأموال، هي أهون من هذا الجدي على نفوس الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. أنوار من الوحي.